ضخيم شو المدينات إسرائيل. قتلنا 30 إرهابيا وأيضا قياديين من حزب الله، ومن الأهداف 90% من الأهداف كانت صواريخ قصيرة المدى وكانت موجهة نحو شمال إسرائيل، وحزب الله كان ليهاجم المواطنين الإسرائيليين ولكنهم استطاعوا فقط أن يطلقوا 230 صاروخا وحوالي 20 مسيرة، والتي تم معظمها تم تدميرها أو في الفضاء، وتم اعتراضها من قبل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي. وطبعا ولكن ليس كما قال حزب الله، فإنه لم يصب أي هدف، والبحرية الإسرائيلية كانت نشطة، وأيضا القبة الحديدية استطاعت أن تسقط أيضا صاروخا، وكان هناك شخص قد أخذ إلى المستشفى. ودعونا نبارك ونبارك روحه، وجنديان إسرائيليان أصيبا ونأمل أن يتعافيا. وهذا الحادث يتم التحقيق فيه، ونحن طبعا نقدم تعازينا لعائلة الضحايا. القيادة الوسطى والقيادة الشمالية والاستخبارات وكل المؤسسات ووزارة الدفاع دافعت عن إسرائيل من هذا الهجوم، وبسبب اغتيال فؤاد شكر وقياديين آخرين لحزب الله الذين فهذا الهجوم اعتبر ردا عليه، ولكنهم لن نتركهم يفعلون ذلك. مهمتنا هي السماح لسكان الشمال بأن يعودوا إلى ديارهم آمنين، ونحن نحضر كل الخطط لفعل ذلك.